صراحة أنا تفاجأت صراحة، أنا ما حسبنيش واش هاد القهوة سدوها، كانت بلاصة زوينة وكنا كنجلسوا فيها مرة مرة، إذا بيا كتفاجئوني اليوم صراحة، ما عندي على حتى شي فكرة، ولكن كانت قهوة زوينة كان كنجلسوا فيها الناس، باغفو كنا كنلقاو الفنانة ديالنا جالسين حتى همايا. صراحة خسارة، الصراحة خسارة للرباطين على هاد الكافيتيريا اللي سدوها غير هكا كنايا. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يلقاو شي حل قريب إن شاء الله. الكافي ديال ستيامار انا جلست بيرسونيلمون ما عجبنيش لو سيرفيس ديالو، دابا صافي بريسك شي 7 ما جلستش فيها، جاني غير لومبلاسمون ديالها اللي مزيان، ما سينو ابار سا ما كاينش شي حاجه زعما دو سبيسيال، بحال سدات بحال ما سداتش عندي انايا بوغ مون باغي، ما كاينش مشكل. الصراحه القهوه كنجلس فيها انا والاصدقاء ديالي ما مره ما جوج، وملي سمعنا هاد سدات بقى فينا الحال وتفاجئنا، وكان عليهم يعلمونا امتى تسد ولا امتى غادي تحل. ايوا هادشي اللي كاين. ستيامار اون تري بيل كافي، كنا ديما كنجلسو فيه انتر امي، سيرفيس عندهم زوين، ماكله زوينه، كلشي زوين، حتى لافي زوينه، وتفاجئنا بلي تسدات، ما عرفناش شنو زعما السبب، ونتمنى تعاود زعما تحل وتغوبروني لي زاكتيفيتي ديالها حيت صراحه قهوه زوينه.